انا اسمي الاء، طالبه في كليه حقوق جامعه القاهره، عندي 21 سنه. ابتديت الاول اركب موتوسيكلات من وانا في سن 15. قبليها كان في موتوسيكل 4 عجلات كنت بلعب بيه انا واصحابي وانا صغيره. بعد كده ابتديت اركب سكوتر، انا ما كنتش بعرف اسوق عجل، ابتديت الاول اتعلم سواقه العجل عشان اعرف اسوق موتوسيكل. ابتديت سكوتر صغير، ومؤخرا ابتديت انزل اسوق موتوسيكلات كبيره. وبقالي سنتين بشتغل مع والدي في المحل، بشتغل بقالنا مده يعني. ابتدي اللي هو انا حبيت الموضوع من هوايه وسواقه لمهنه بشتغل فيها. مره جربت وبوظت، ومره جربت تانية ومشيت معايا صح، مره ثالثه بقيت انا اللي بعمل الحاجه. في بنسبه 75% بيرحبوا بالفكره وعجباهم، وفي ناس بتنتقد، في ناس مش متقبلاها اساسا، في ناس تقول لك ايه ده، المنظر مش جميل. واطلعوا اتفرجوا، ده في بنت بتعمل اختبار سواقه بره موتوسيكل. بروح اجيب شغل واعمل حاجات وانزل اجيب طلبات، لو خارجه مع اصحابي هم اوبر او تاكسي وانا واخده السكوتر وبتحرك. حاجه مختلفه، حاجه ما حدش بيعملها او صعب ونادر جدا لما تلاقيها هنا في الشعب بتاعنا ده، وجميله ممتعه. انا اسمي شيماء هشام فؤاد، عندي 24 سنه وشغاله مدربه، بدرس تجاره، لعيبه نادي الاهلي منتخب مصر في العاب القوه. كنت الاول حابه ان انا اشتري عربيه زي البنات عادي، بعد كده غيرت الفكره ان انا ابتدي اجيب سكوتر، هيبقى اسهل في ان انا اتحرك بيه اسرع بين العربيات والطرق مع الزحمه اللي احنا بقينا فيها. طبعا قررت ان انا اشتري سكوتر وكده، هما اللي وقفوا جنبي وساعدوني، علموني عليه اول ما جبته، وبعد كده بقت هوايه. يعني انا دلوقتي بقيت بحب السكوتر جدا. والله في ناس بتبقى بصلنا بصت اللي هو ايه ده، شاطره برافو عليها ان هي راكبه سكوتر او كده، وفي ناس بتبص لا بينتقدوك، ممكن ناس يوقعوك يخبطوكي، في ناس ممكن تشجعك بالعربيات يوسعوا لك طريق عشان تعدي منه. دلوقتي بقى التحرش في العربيات والمواصلات بقى حاجه مش لطيفه خالص، بقى دلوقتي كل ما تركب مواصله الناس بتضايقك. عندي بنت وسطانيه اسمها الاء، الرياكشن بتاعها حاضر شويه، عندها سرعه بديهه عاليه، بتقدر تعمل كنترول على الموتوسيكل في الحالات الابنورمال. ابتديت اجرأها، اول حاجه اختبرتها رحت كان عندي بيتش باجي، ابتدت تاخد البيتش باجي وتاخد صحابها وتبتدي تلعب في المكان النطاق السكن. ابتدى اكثر الرهبه بتاعت حته الخوف، طبعا طلعت لها رخصه في البسكوزه، لان لازم اهم حاجه ان ما حدش يقف يغلس عليها. بس هم عندهم ان بنت تركب حتى عجله ده حاجه عيب جدا، برغم ان انا مش يعني هو التحرش انها تركب الميكروباص وتتبهدل وانت تبقى قلقان عليها، هو ده الصح. اذا كان في العموم حد بيضايقها 3-4 وهي راكبه السكوتر، لو هي راكبه في المواصلات العامه حط 0 جنب ال 3-4.